الحقيقة نموذج الكابتن محمود الخطيب في تقديم القدوة وتعظيم السلوك لو يقدم حتى من الكرة وموهبتها هو وفنها بيتكرم في كل العالم اللي هي أي أستاذ حاجة إبراهيم. غير تعظيم القيمة والسلوك والقدوة للشباب فهذا يكفيه، لأنه لما تسمع كل أساطير الكرة العربية، احنا عرضنا الأسبوع اللي فات شفت رابح مجر في الجزائر بيقول ايه على محمود الخطيب، شفنا عزيز بودربالة في المغرب، شفنا طارق دياب في تونس، كل عظماء الكرة العربية شوفوا كلامهم عن وجهة مصر الحضرية الكروية ممثلة في محمود الخطيب، هي دي الواجهة. أي حد بيسأل الخطيب عمل ايه، اسأل عن الصورة وشوف الآخرين بيعملوا ايه، برضو اسأل عن الصورة وما تنساش تسأل عن الصوت كمان. لكن الزميل محمد شبانة راح لمنطقة تانية فيما يقدمه الأهلي لبلده من الإعمار والنماء لمجرد أن يتواجد في كل بقعة اسم النادي الأهلي. نشوفه. خبر طالع بيقول إن في العالمين كان لسموحة أرض مخصصة يتعمل فيها نادي، وكانت الفكرة إن يبقى نادي اجتماعي راقي. اتسحبت الأرض من سموحة، وزارة الإسكان لما جت تفكر تدي الأرض لمين يشيدها وتضمن تشييدها بالشكل الجيد والمثالي والمقبول، بدتها للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد أو هيستعد لإنشاء افتتاح الفرع الرابع وإنشاء الفرع الخامس، مع تجهيز مشروع بناء استاد النادي الأهلي. ما بسمع الاخبار دي ببقى سعيد جدا، لان انا شايف دايما، بص الناس تقعد تقول لك الاهلي 2 مليار جنيه رعايته في الاربع سنين، انا شايفهم قليلين جدا اقسم بالله. الناس بتزيط عشان خاطر بتقوم رابطه على طول بباقي الانديه، شفت احنا بكام وانتوا بكام. طبعا اللي يفكر كده تعرف على طول انه مش فاهم الموضوع، لكن القوه الاقتصاديه للنادي الاهلي اعلى من كده، ومش انا اللي بقول، فيسبوك بيقول لنا كده. قال لك اكتر خمس انديه تفاعلا في شهر اكتوبر اللي فات خمسة، على راسهم ريال مدريد. طب تاني نادي مين؟ المو. طبعا المصريين داخلين على ليفربول مكسرين الدنيا على صفحة ليفربول. تالت نادي مين؟ برشلونة. رابع نادي مين؟ مانشستر يونايتد. خامس نادي النادي الاهلي، وارقامهم دقيقة جدا لانها بتتحسب بالكمبيوتر. طب مش معنى الاهلي شارخ الشرخة دي لانه مركز في القصص دي، مركز في التطوير ومركز في الانشاءات ومركز في امور التسويق ومركز انه ازاي يسوق نفسه كويس وازاي يطور نفسه ويكبر نفسه ويوسع نفسه. ده اللي مفترض كل الانديه الجماهيريه تشتغل عليه. لو سمعتوا الكلام ده بعنايه هتعرفوا الاسباب، لكن انا عايز بس اقول حاجه في موضوع العالمين. هو العالمين النادي الاهلي بقاله مده نفسه يعمل فرع في اسكندريه، فيبدو ان المسؤولين راوا يا ريت يبقى في العالمين. العالمين يا جماعه المخطط لها انها تبقى الاسكندريه الجديده، تاخد العشرات الملايين وتروح هناك. محتاجين طبعا نادي، لما يفكروا محتاجين نادي هيفكروا في النادي الاهلي، لكن الخبر اللي يطلع من النادي الاهلي مش هيطلع الا لما يبقى في شيء رسمي ووصل لهم هذا الكلام بشكل رسمي ويتعرض على مجلس اداره ودراسه الجدوى وهتاخد بعض الوقت. لكن اللي مش هياخد بعض الوقت ايه؟ الحاجات اللي تمت. التجمع يا استاذ ابراهيم امتى افتتاحه؟ الفرع الرابع 25 الشهر ده 25 نوفمبر 2022 هتشوفوا صرح رياضي اجتماعي مدهش مدهش، هيغير نمط الحياة في التجمع الخامس، هيغير نمط المنطقة اللي حواليه، هيغير حاجات كتير جدا، وهيقدم الصورة التي هو الأهلي بيعمل ايه؟ بيعمل كده، بيعمل الشيء الطيب، ونموذج قياداته تعمل ايه؟ بتعمل كده. هذا ما يقدمه قيادات الاهلي، الاعمار والتنميه، ومنهم الكابتن الخطيب. الكابتن حسن حمدي يوما ما كرم انه احسن رئيس نادي في افريقيا. في افريقيا ايه دي؟ ايه دي؟ معناه ايه؟ تعمل ايه دي؟ تعمل ايه دي مع مصر في الحته دي؟
ولو ان هناك ناس بتلتقط هذه الامور وبتسوقها بشكل جيد كنا شفنا صدى هذا الكلام. تحدث ان احنا لازم نسوق هذه النماذج الطيبه. النادي الاهلي يكرم جايزه بن راشد، ها افضل نموذج اداري، اتعامل مع الازمات وتجاوز الازمات وخرج منها بمكاسب. النادي الاهلي هذا ما يقدمه قيادات النادي الاهلي، بالاضافه طبعا الى القدوه الصالحه. ما تعمل كذا عشان تبقى زي فلان. ولذلك الانسان اللي مش عايز يمشي دغري بيتعب في النادي الاهلي وملوش مكان في النادي، بيتعب والله، بيبقى تعيس. النادي الاهلي مش سهل انك تعيش فيه، لانه تحفظ وضوابط واهداف ورساله لا يتحملها الا الجدون، فيلقوا كل ياخدوا المجد يعيش معاهم ويكبرهم ويرجعوا يقتروه ويقدموه لصالح بلدهم. صحيح. هذه هي قيادات الاهلي، وهذا ما يقدمه النادي الاهلي، نادي يتسق مع اهداف بلده وفي ظهر بلده. ومهما فما تاخدوش النادي الاهلي في مقاربات ملهاش لازمه.